في إطار المبادرة الرئاسية بالقضاء على عقم الانتظار والعمل على تقديم خدمة تشخيصية وعلاجية مجودة للمواطنين، خاصة في التدخلات الجراحية الدقيقة كالأمراض السرطانية، تم بنجاح علاج وتعافي 82 مريضا من الأورام السرطانية بمستشفى السعديين المركزي بمحافظة الشرقية، والتي تم الكشف عنه خلال احتفالية كبرى بالمستشفى. منتظرين لسه ان شاء الله كتير، ان شاء الله ربنا يسهل وهنطور في المكان، ان شاء الله نخش في حاجة إشعاعية، ولسه كنا بنتكلم في جهاز ان شاء الله ده هنمشي ونستمر عليه، الجهاز ده ممكن يوصل ل 150 مليون في قرية في مركز ميديا القمح. بتحصل معجزة بأيدي أطباء وتمريض ملائكة رحمة، بيعملوا العرض اللي كان بيعرضه الدكتور أحمد من شوية، مش كان اتنين بس في مينيا القمح هنعالجهم، ده احنا وصلنا ل 600 وكسر من جميع محافظات مصر. وخلال الاحتفاليه تفقد وكيل وزاره الصحه بالشرقيه الاقسام الطبيه بالمستشفى كقسم جراحه الاورام ومركز علاج الاورام السرطانيه وامراض الدم، للوقوف على خطه علاج المرضى الذين اثنوا على الخدمه العلاجيه المجوده التي تقدم بالمركز على مدار الساعه. احنا ما حسناش ان احنا مرضى سرطان طول ما احنا في المستشفى هنا، لان التعامل هنا من الدكتور احمد لحد بتاع البوابه تحت الغفير، بسم الله ما شاء الله، تعامل ما فيش احسن ولا اعظم من كده. كل الدكاتره الممرضين العاملات اعظم من هاي المستشفى في حياتي ما شفتها. اول جلسه كيماوي لقيت فرق فظيع في حياتي كلها. احنا بنيجي نتعامل هنا ما بنتعاملش مع دكاتره وتمريض، احنا بنيجي نتعامل مع اخواتنا، واحنا مش موجودين بيتصلوا علينا ويطمنوا علينا. والله ما صلى على النبي، رعايه كامله، والكل هنا كويسين وكلهم حلوين. تقديم تلك الخدمات العلاجية الدقيقة بشكل مجود يؤكد على حرص الدولة المصرية على توفير الرعاية الطبية للمواطنين بشكل لائق يلبي طموحاتهم أينما كانوا. محمد حلمي، النيل، للأخبار.